مرحبا بيك عايشك. نحكي اليوم على المشهد الإعلامي، قلت لي ما هوش عاجبك، شنو هي الكسرونات هذيك؟ عجبني برك، حالة 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 حالة. شنو بوتيكات وليت إلكتروميناجي مع 10000 زرا بالحق، ما أنت راه شيء غريب. أنا واحد من الناس ما أنت نبقى بيت، شنو للدرجة مفلسين معناتها إفلاس راهو معناتها فظيع أصلا، فهمت؟ وين ماشيين؟ خموا في المردودهم. إنه مردود؟ فلوس وشهار إيه، ما تخممش في نعرفش أنا في الإنتاج في سمعة بلاد، راك معناتها أليشال إنترناسيونال راك تحكي، ماكش تحكي أنا بين أربع حيوت، فهمت ولا؟ تشوف اللي أنت ما فماش مادة عالمية متوفرة، بار كونتر فما برشا إشارات نتاع كوجينا ومتاع معون ومتاع دبش. إي بالحق، معناتها شيء معناتها بالحق. وين الثقافة؟ وين الفن؟ وين الحاجة؟ يا أخي للدرجة معناتها ولينا بالحق نعيشوا على على الأطلال، ما عادش عندنا إنتاج، ما عادش عندنا حتى شيء، تتلفز تعاود في مسلسلات عندها سنين. شنو الحالة هذه بالرسمي؟ شنو هو دور الإعلام اليوم بالنسبة لك أنت كمواطن؟ الإعلام دوره مهم، يعني ديما يبقى دور معناتها ريادي راهو الإعلام بالحق معناتها يلزم. فهمتش الحق، تحسنا ماشيين بالتويلي راهو راجعين. وين ماشيين؟ بمستوى الإعلام من مستوى الشعب نتاعو. شنو رايك فيه؟ ما هو كما تكون ويولى عليك. المواطن التونسي بارفوا في بعض النتائج صبر الاراء، انه كي تعملوا عمل هادف، عمل تلفزي هادف، سواء برنامج او دوك ولا اي نوع من التحقيقات، بنسبه كبيره ما يتفرجش او ما يحب يتفرج في حكايات نتاع الفارغه نتاع اخبار الفنانين، اخبار شكون طلق شكون عرس هكاك. ايوا مش حتى نسبه مش كبيره، لا لا، فما عزوف، يمكن فما عزوف اصل تحس، فهمتني؟ يعني ما ثمش حتى شيء يشد المتفرج ولا يشد اللي يسمع، فماش حاجة هادفة بالحق وحاجة تخدم، فهمتني؟ فماش. في رمضان مثلا شنو تفرجت انت؟ ما نتفرج، صدقيني لا نتفرج. آخر مرة تفرجت وقتاش؟ فلاش نتاع شو اسمه هذاك اللي يجي في نسمة جديدة، شنو هذاك؟ مسلسل يبدا رجوش. شقال الفطر. رجوش. لا لا. اللي قبله. اللي قبله هذاك هو يبدا مع شقال الفطر. هكا يبدا الواحد ما معناتها ملزم باش في جورة الصغار، فهمت؟ يتفرج صراحة أحسن. أوين تفرج توا؟ أكثر حاجة تدني هي القنوات معناتها الإخبارية على اللي صاير في فلسطين وفي غزة، هذيك أكثر معناتها الحدث اللي بالحق يشدك وتتبع وتتفرج. إذا كانك بالحق معناتها تحس روحك بالحق، معناتها عندك حس عربي وإسلامي ومدرشني ومتعاطف، هذاك هو اللي شد. انت تشوف اللي المجتمع التونسي مجتمع مثقف في الشارع على الاقل كما اللي تشوف فيه؟ لا مالوريزمون لا الحق. انت تشوفه متسامح؟ لا. كيفاش؟ شوفوا من على الشاشه تسمع كان السبال وتسمع كان العرك وتشوف كان معناتها بالحق راهو ظواهر ما كانتش راهي دايره بالحق، ظواهر جديده على المجتمع وحسبوها وكان واحد معناتها متغرب اصل في بلاده راه الحق معناتها راهو شيء ما كانش ما كانش ما كانش من وقتاش هكا ما كانش معناتها من السنين الاخرى السنين الاخرى ما عادش. شنو تفسيرك انت؟ تفسير ضغط الحياه، الناس تعيش في ضغط، راه معناتها الحياه صعبت بالنسبه لبرشا للمجتمعات الكل تقريبا، خاصه هنا بالحق الناس تحس معيشة الغلاء، المعيشة الاحتكار، معلش الفساد. شنو دخل الاحتكار وغلاء الأسعار في الكومبورتمون تاع المواطن، في ردة فعله، في تصرفاته في الشارع؟ ما يأثر، ما شنو المواطن إذا تمسه معناتها في قوته مازال باش يبقى يولي. شنو دخل المواطن اللي كيفه يبدا ردة فعله تكون خايبة في الشارع؟ لأنه هو معناتها هو عايش ضغط، هو عايز ضغط من ولاده ومن عائلته ومن أسرته، فهمت؟ يخرج الشارع معناتها يعمل لك الديفولمو، فهمتني؟ يولي يحس روحه معناتها ربما يتفرهد نوعا ما من داخليته، فهمتني؟ لأنه يخرج هاك الجرينتا اللي يحكوا عليها هذيك. أنت شنو تعمل اليوم؟ أنا موظف. موظف. شهرية قارة، أمورك مريقلة.
تتشكى من القفة ولا ما تتشكيش؟ هكي ثم موظف موظفين في تونس كل يعيشوا تحت خط الفقر معروفين. هاك انت انت بيدك اخي عايش انت؟ مش عايش. انت تا قادرة تشري تا ولا لا لا. الضروريات مش الكماليات نحكي هكا ولا الضروريات نخلطوا عليها لكن ما خمموش حتى باش يفضوا حتى فرنك. وين الضروريات؟ انا هي اللي تخلط عليها الضروريات. الحياة اليومية ابسط شيء هكا. حتى فما كثر البكاي وشكامتو المواطن التونسي. المواطن في بارفوا المواطن عنده شهريه معينه يحب يعيش في نيفو نتاع الدوبل نتاع الشهريه دي. صحيح ثم ثم اما حتى اللي عنده شهريه معناتها ويحب يعيش و نجم ما توصلوش. عندك صغار انت مثلا؟ عندي الزولي قرايتهم ومصروفهم. هو يقراو هما تو في الجامعه فهمت. مصروف كبير بطبيعه الحال. شكون مازال تو عامل يومي مازال ينجم يقري صغير في الابتدائي؟ يستحيل. هو الموظف وما عادش ينجم يقري صغير كيما حكى اليومي. هو الموظف وفما بالك العامل اليومي اللي نهار يخدم ونهار ما يخدم شنو هي بالله ما قالوا هذاك. انا نشوفه توا في الانحراف ونشوفه في الصغار هامله بارتو وكل عام تخرج الاف مؤلفه من المدارس ومن الواحد. وين يمشي؟ شكون يمشي؟ بطاله انحراف حرقه ها ظواهر هذيا راهي معناتها حتى تكوينك المسالك نتاع التكوين ما عادش صغار. اولادك في اولاد عندك زوز اولاد هما في عمر نتاع يخمموا باش يحسنوا وضعهم يخمموا باش يخرجوا من البلاد. تخمم تخرج كلها تخمم تخرج كل انت معاه انهم يخرجوا؟ والله اذا كان هو معناتها برغبته هو يحب وما نجمش نجي ضده انا معناتها فهمتني. علاش باش نجي ضده؟ ثم البديل هو ثم ما ثمش ايه دونك علاش فهمت. اليوم انا كنت تحاول تضغط عليهم في المصروف ولا بارفوا اللي يطلبوا تعطيهم؟ لا مش يطلب تعطيه هكاك ما عادش تنجم روحك فهمت. عندك معناتها صوم معينه هذيك هي باش نتعطي. مش كبرت سي بون حاول دبر تمشي تخدم سيزونيير حاجه. نعرف اش باش يخدم هو نعرف انا تو حتى سيزونيير حتى سيزونيير اما بحكم يمكن قرايتهم هما معناتها قراو يعملوا انفورماتيك واحد معناتها مازالوا في البدايه. خلي يركزوا على القرايه ومن بعد شو ترى الخدمه تجي بطبيعتها وفي وقت تو مبدئيا القرايه بحكم انهم هما متميزين باهين. واحنا في ايامات عيد والاولاد يقراوا في الجامعه فمازلت تشري لهم كسوه العيد ولا ما عادش؟ ما عادش؟ لا حتى قبل العيد معناها ما يجيش نهار يقول لك بابا رانا نشري اللبس المره ذي. هي ما مش انا نشري معناتها هو ما يشري فرق. انت تدفع الفلوس كل واحد هكا باش تعمل انت ايه. انت مطالب باش تدفع ايه. انت تمول. كلمه اخيره؟ اخير كلمه اخيره ربي يقدر الخير وربي معناتها يجري على سلاحك هكا.